أبو عبيدة غاب، أبو حمزة اختفى، ولا تزال الطائرات الصهيونية تقصف الأبرياء في غزة. الغياب الواضح للمتحدث الرسمي الأبرز في هذا العالم الصامت صار المادة الدسمة للجميع، وطرح معه عدة أسئلة. وبعد أكثر من 65 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لا يزال يطرح السؤال الأهم: إلى متى ستستمر هذه الإبادة الجماعية؟ أنا فهد التميمي، وراح أحاول أجاوبك على بعض هذه الأسئلة. جهز فنجان قهوة أو شاي حسب الرغبة، وقبلها إذا كانت زيارتك الأولى اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات وإعجاب ومشاركة المحتوى مع من تحب، وساهم في انتشار المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية. وإذا حاب تدعم أخوانك في فلسطين، في صندوق الوصف روابط مؤسسات رسمية للتبرع وفي ميزان حسناتك. بداية الشهر الحالي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بريطانيا ستطلق طائرات استطلاع في سماء غزة وإسرائيل لمحاولة التعرف على مكان الرهائن والأسرى الإسرائيليين في القطاع. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الطائرات التي سيتم نشرها غير مسلحة، وأنها تشمل طائرات من طراز شادو آر 1 التي ستقوم بجمع المعلومات الاستخباراتية ومشاركتها مع إسرائيل. وتصنف شادو آر 1 ضمن الطائرات التي تمتلك قدرات استخباراتية شاملة، أو ما يطلق عليها إيستار حسب ما ذكر موقع Air Force Technology الأمريكي. وتتميز تلك الطائرات بأنها تمتلك القدرة على تنفيذ مهام جمع المعلومات الاستخباراتية والبحث والاستطلاع وتحديد الأهداف، وتم تطويرها بواسطة شركة ريثيون الأمريكية، ويتكون طاقمها من فردين. وحصلت بريطانيا على هذه الطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلت الخدمة لدى قواتها الجوية في عام 2009، وهي عبارة عن نسخة مطورة من الطائرة بيتشكرافت كينج اير 350 التي تم تعديلها لتناسب المهام الاستخباراتية الخاصة بالقوات الجوية البريطانية. وبحسب الموقع، فإن قمرة القيادة الخاصة بالطائرة مجهزة بتقنيات متطورة تشمل خوذ الطيار مزودة بأنظمة إلكترونية ونظام اتصال بالأقمار الصناعية، إضافة إلى نظام عرض بيانات يمكن الطيار من مبادلة البيانات في وقت قياسي. وفيما يتعلق بأنشطة الطائرة في المهام المخصصة لها، فقد تم تزويدها بأجهزة تشمل وسائل رؤية إلكترونية ونظام رصد بالإشاعات الحمراء ونظام راداري يرسم صورة ثنائية وثلاثية الأبعاد للمواقع المستهدفة، كما يرسم صورة ثنائية معكوسة للمواقع المستهدفة للتعرف على شكل المنطقة المستهدفة من الجهة المخفية، كما يحتوي على نظام تحذير من الصواريخ ونظام حرب إلكترونية مضاد لأنظمة التشويش. وبحسب موقع رويال إير فورس، فإن الطائرة يمكنها التحليق بسرعة 450 كيلومتر في الساعة على ارتفاعات تصل إلى 10,000 متر، ويصل طول الطائرة إلى 14 متر وارتفاعها 4 أمتار، والمسافة بين طرفي جناحيها إلى 17 متر. وعلى عكس ما يتم تداوله، فسبب غياب أبو عبيدة ليس وجود الطائرة، ولكن غياب الملثم يرجع إلى الحرب النفسية، والتي زادت بشكل واضح مباشرة بعد الهدنة التي استمرت لأيام قليلة في القطاع الرازح تحت وطأة الاحتلال. وقال خبير الأمن السيبراني رائد سمور أن الحديث عن علاقة بين الطائرات الدرون البريطانية وأنها تحمل ميزة ذكية من خلالها يتم الوصول إلى نبرة الصوت وتحديد موقعه ليس له علاقة بغياب أبو عبيدة على الإطلاق. وأكد سمور عبر صفحته على الفيسبوك أن الربط بين غياب أبو عبيدة والطائرات البريطانية غير منطقي وغير علمي، لأن طائرات الدرون البريطانية تطير على ارتفاعات عالية جدا بنحو 13,000 متر خوفا من إسقاطها. وشدد على أنه لا يوجد مجسات أو ميكروفونات أو أجهزة قد تلتقط الصوت في ظل الارتفاع الهائل لها، مشيرا إلى أن هذا الأمر ممكن في حال كانت الطائرات على ارتفاع منخفض بنحو 100 متر فقط. ولفت إلى أن طائرات الدرون البريطانية تقوم بعمليات مس تستغرق 15 دقيقة لكل كيلومتر، وتقوم بإرسال نتائج العملية لغرفة التحكم ليتم تحليل الصور المرسلة عبر برامج خاصة في الذكاء الاصطناعي.
الحين نروح للسؤال الأهم، متى تنتهي هذه الحرب؟ الإجابة باجتهاد شخصي متواضع مني كالتالي: الحرب ستحدد الأيام العشر القادمة مدى قابليتها للتمديد من عدمه. فمن ناحية اقتصادية فإن وجود المقاطعة يدفع لإيقاف الحرب. مثلا تكبدت شركة ستاربكس خسائر قدرت ب 11 مليار دولار وسط حملات مقاطعة على خلفية حرب إسرائيل على غزة، فضلا على تأثيرات إضرابات الموظفين وضعف النشاط الترويجي. مجلة نيوزويك الأمريكية قالت أن الأسابيع الماضية كانت مليئة بالإضرابات بالنسبة لشركة ستاربكس، حيث أدت حملات المقاطعة وإضراب الموظفين طلبا لتحسين بيئة العمل والأجور وضعف الإقبال على العروض الترويجية إلى انخفاض في القيمة السوقية للشركة بنحو 10.98 مليارات دولار. ونقلت المجلة عن محلل في قطاع المقاهي قوله أنه في حين أن الصراعات تبدو متعددة الأوجه بالنسبة لسلسلة ستاربكس، وأن هذه التأثيرات السلبية غير المواتية لخطط الشركة تؤشر إلى تحديات بشأن مستقبلها. وأوضحت المجلة أن سوق الأسهم أثرت بشكل على ستاربكس في وقت تواجه فيه الشركة قضايا مجتمعية معقدة، مما حمل المستثمرين على التراجع عن تملك أسهم الشركة ودفع أسهمها إلى أطول سلسلة خسائر منذ أول طرح لها في أسواق المال في عام 1992. وأشار التقرير أنه من 16 نوفمبر انخفضت أسهم ستاربكس بنسبة 9% تقريبا، وهو ما يعادل خسارة تقارب 11 مليار دولار، وسط تقارير عن تباطؤ المبيعات وضعف التجاوب مع عروض موسم العطلات. وهذا نموذج واحد من نماذج عدة قد توقف الحرب. من جهة أخرى، ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع لإيقاف نزيف الجنود لدى الصهاينة. وكشفت صحيفة عبرية أمس السبت أنه ما يزيد عن 5000 جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بينهم أكثر من 2000 تم الاعتراف بهم رسميا كمعاقين. وقالت صحيفة إيدعوت أهرانوت: الأرقام التراكمية منذ 7 أكتوبر هي أرقام فلكية، أكثر من 5000 جندي جريح وصلوا إلى المستشفيات، وأكثر من 2000 تم الاعتراف بهم رسميا على أنهم معاقون في الجيش الإسرائيلي، وتم استقبالهم من قبل وزارة الدفاع. وأضافت أن من بينهم أيضا 1000 جريح من الجنود النظاميين، لذلك يتم توفير الرعاية لهم من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. ويشار أن حصيلة قتل الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي بلغت 420 بحسب إحصائيات رسمية، فيما قالت وكالة الأناضول أنها رصدت بناء على بيانات متفرقة للجيش الإسرائيلي مقتل نحو 20 عسكريا إسرائيليا خلال الأيام الخمسة الماضية من إجمالي 420 جندي. الأرقام التي سردتها تكشف بوضوح أن الأيام العشر القادمة ستحمل الكيان لإيقاف عدوانه إذا ما استمرت وتيرة الخسائر بنفس الطريقة. وانت تشرب قهوتك في فنجانك وتشاهد هذا الفتى يقفز فرحا، تذكر ان فرحته كانت بسبب هدف اصابه، فحمل معه نشوة الفوز ورد الاعتبار. حفظ الله غزة. طابت أوقاتكم.